6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر. الخبر بيقول تمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة السيطرة على حريق شاب داخل مصنع مواد بلاستيكية بمدينة 6 أكتوبر. كانت مباحث الجيزة تلقت بلاغ بنشوب حريق داخل مصنع في 6 أكتوبر، وانتقلت الأجهزة الأمنية بصحبة 6 سيارات إطفاء لمكان الحادث، وتم فرض كردون أمني بمحيط النيران لمحاصرته، وتمت السيطرة عليه الحمد لله دون إصابات ووقوع خسائر بشرية. تم تحييد محضر بطولة النيابة العامة مباشرة التحقيق، وجاري الاستماع للعاملين وشهود العيان لكشف غموض الحادث للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.